بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بيتعادل مع البنك الاهلي 1-1، تعادل غريب جدا، تعادل ولا ليه اي لازمه، تعادل بيخسرنا نقطتين في رحله الصراع على اللقب مع نادي الزمالك. بس لو قعدنا نفكر كده بشويه منطقيه وموضوعيه، هو تعادل منطقي. ليه تعادل منطقي؟ لان انت لو بصيت على السكواد بتاعنا والبدايه بجونيور اجاييه وكهربا، علشان خاطر ما عندناش غيرهم، علشان حرفيا هم دول اللي موجودين بعد ما صلاح محسن وطار محمد طار موجودين مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد. فلا يا جماعه احنا عندنا مشكله. طب حسين الشحات فين؟ لا حسين الشحات مصاب. طب احنا عندنا مين على الدكه؟ عندنا والتر بواليا ومروان محسن. يعني الدكه اللي مفترض ان هم الشوط الثاني دول هينزلوا يعملوا فارق، مروان والتر بواليا. طب مين جنبهم؟ موجود اليو ديانج. طب تمام، مين تاني موجودين؟ لا موجود سعد سمير وموجود رامي ربيعه وموجود ياسر ابراهيم و خلاص يا اسطى، هم دول موجودين على الدكه بجانب مصطفى شويخ ومحمود وحيد. طب هم دول اللي هيحلوا اي حاجه بقى؟ طب هم دول اللي هيعملوا فرق؟ طيب طب مين اللي ممكن يكسبنا في الملعب ده اساسا؟ ما هو صعب تقول لي ان الحنكشه بتاعه كهربا او بتاعه جونيور اجي ممكن تنتج على ايجابيه اطلاقا عزيزي. احنا بقى لنا سنتين بنسوق جونيور اجي ومش عارفين نطلعه، اما كهربا فهو جاي يطلع ميتنا. فدول الاثنين صعب انك تقول ان هم يقدروا يسجلوا. اللي يقدر يسجل مين؟ يا قفشه، يا عمرو السوليه وراه، يا حمدي فتحي، يا محمد شريف. غير كده لا، احنا ما بنلعبش باجنحه والكلام الفاضي ده، وبنلعب قدام فرقه مفترض ان هي بتنافس على الهبوط زي الانتهى زي البنك الاهلي. وبنك الاهلي مع كابتن خالد جلال كالعاده فريق رخم بيلعب على المرتدات، ومرتدات واحنا ما عندناش اي حاجه على الاطراف. فده معناه ان احنا قدام ماتش رخم، ماتش لو جبنا فيه جون ننام عليه. ليه ننام عليه؟ لان المؤاخذه الشناوي مش موجود. الشناوي اللي بيريحنا في 50 او 70% من الهجمات اللي بتيجي علينا مش موجود. يعني معلش مثلا لو الشناوي كان موجود النهارده جوه الملعب، انا اعتقد ان الشناوي كان ممكن يقدر يطلع يمسك الكره بتاع كريم بامبو. انما علي لطفي، انا مش طالب من علي لطفي ان هو يطلع يمسك الكره بتاع كريم بامبو. ليه؟ علشان خاطر الراجل بقاله فتره طويله ما بيلعبش اساسي، او ما بيلعبش اساسا جوه الاهلي كتير. فانت ده معناه انك ما تطلبش من الجون بتاعك يطلع ياخد كروس. فالراجل قرر ان هو هيقف في مرمى، والوقف في المرمى بالنسبه لاي كوره كروس بتكون فيها مشكله، لان الكوره انت وحظك، يا تيجي في ايدك وتروح للمكان اللي انت واقف فيه زي كوره فلاديمير النهارده بتاع الشناوي، يا تلاقي ان اللعيب ربنا كرمه كده وكرم البصيره بتاعته والراجل لعبها في زاويه. وده اللي حصل مع كريم بامبو. اما في الفتره اللي بعد تسجيل الاهلي لهدف محمد مجدي قفشه، ففي ناس كتير قعدت تقول لك والله الاهلي كان بيهرب واللعيبه بتاع الاهلي ضيعوا فرص كتير. بصراحه انا ما شفتش كده، انا شفت ان كان في كميه ملل غير طبيعي، كميه ملل كانت بتقول ان موسيماني مضطر يعمل الثلاث تغييرات اللي موجودين اساسا عنده بره، اللي هم اليو ومروان والتر بواليا. ليه بينزلهم؟ والله ما عنديش غيرهم سعادتك، انا مش بنزلهم علشان خاطر انا راجل عندي لعيبه كتير بره فبختار منهم دول، انا منزل دول علشان خاطر ما فيش غيرهم. فكنت قاعد اقول والله يا ربنا يستر والحكم يصفر على كده. فلما لقيت ان البنك اتعادل قلت خلاص هو الموضوع انتهى تماما، لان احنا ما عندناش حد يقدر يسجل بعد ما طلعنا محمد شريف وبعد ما قفشه متعب وبعد ما السليمه تعب. خلاص احنا مش قادرين، مش هنعرف نسجل. فكان طبيعي ومنطقي ان احنا نطلع متعادلين. عرفت ليه؟ كان طبيعي ومنطقي ان الاهلي النهارده يطلع متعادل، علشان خاطر الحلول اللي كانت عندنا جوه الملعب ما كانتش كتير. هتقولي لا ده جاي وكهربا لعيبه جامده، هم لعيبه جامده على الاسترهات ولعيبه جامده بالنسبه لابو خالد والمود والكلام ده، انما جوه الملعب لا جونيور اجي مناسب لطريقه لعب بيتسو موسيماني والاهلي حاليا اللي بنعتمد فيه على الريتم السريع، ولا كهربا بالحنكشه بتاعته دي مناسب ان هو يكون موجود في الاهلي اساسا. عرفت ليه يا صاحبي؟ برده للمره الثالثه المباراه النهارده راحت للنتيجه المنطقيه وهي التعادل. هتقول انت مش زعلان منك اهلاوي؟ اقول لك يا اسطى انا لسه واخد العشره من 4 ايام، يجي لي قلب ازعل ازاي؟ يعني خدت 2 افريقيا ورا بعض في سنه واحده، ازعل ازاي يا اسطى على دوري تافه؟ لو كسبنا الماتشين هنبقى بالتساوي مع نادي الزمالك، بثقه في الله نجاح ان كالترون هيخربها في الماتشات اللي باقيه دي كتير جدا. فالاهلي لو وقع نقاط الزمالك نفس الطريقه هيوقع نقاط. فلا تقلق عزيزي، هما كده كده الاثنين يعني هنتفرج على ضحك كتير بتحصل السنه دي. واحنا بنتفرج على الضحك ده معلش يعني ممكن تعمل لايك للفيديو لو عجبك، او تعمل سبسكرايب للقناه لو عجبتك. غير كده ممكن تعمل ديسلايك وتشتم في الكومنتات عادي.